أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي المالي في إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hai Yasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian, saya Ustaz Muhammad Rushdi Alian akan dibantu oleh pelajar saya Hana untuk studi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan gunakan soalan daripada perkataan hal, maknanya adakah, yang akan disertakan dengan isim, iaitu penggunaan kata. Hana akan bertanya kepada saya menggunakan soalan daripada perkataan ini insya-Allah. Tafaddali ya Hana. Hal anta mudarrisun ya ustaz? Ma makna hal anta? Adakah awak mudarrisun? Seorang guru. Naam, isalini maratan ukhra. Hal anta mudarrisun ya ustaz? Naam, ana mudarrisun. Ma makna ana mudarrisun? Saya seorang guru. اسأليني مرة أخرى. هل أنت مدرس يا أستاذ؟ نعم أنا مدرس. ثم السؤال الثاني، هل أنت مدرس اللغة العربية يا أستاذ؟ ما معنى هل أنت؟ أدك أو مدرس اللغة العربية. Seorang guru bahasa. اسأليني مرة أخرى. هل أنت مدرس اللغة العربية يا أستاذ؟ نعم أنا مدرس اللغة العربية. ما معنى أنا مدرس؟ Saya seorang guru. اللغة العربية بحس عرب. نعم اسأليني مرة أخرى. هل أنت مدرس اللغة العربية يا أستاذ؟ نعم أنا مدرس اللغة العربية. ثم السؤال الثالث، هل أنت متزوج يا أستاذ؟ ما معنى هل أنت؟ أدك أو متزوج؟ تلاه بركهوين. نعم اسأليني مرة أخرى. هل أنت متزوج يا أستاذ؟ نعم أنا متزوج. ما معنى أنا متزوج؟ سي تلاه بركهوين. مرة أخرى اسأليني. هل أنت متزوج يا أستاذ؟ نعم أنا متزوج. Kemudian saya akan menggunakan soalan yang sama kepada Hana. السؤال الأول، هل أنت مدرسة؟ ما معنى هل أنت؟ Adakah awak مدرسة؟ Seorang guru. نعم هل أنت مدرسة يا هنا؟ لا أنا طالبة. ما معنى أنا طالبة؟ saya seorang pelajar. نعم أسألك مرة أخرى، هل أنت مدرسة يا هنا؟ لا أنا طالبة. ثم السؤال الثاني، هل أنت طالبة الجامعة؟ ما معنى هل أنت؟ أدك أو طالبة الجامعة؟
الجامعة. بلاجر يونيفرسيتي. نعم، ما معنى الطالبة؟ بلاجر الجامعة يونيفرسيتي. نعم، أسألك يا هنا، هل أنت طالبة الجامعة يا هنا؟ لا، أنا طالبة المدرسة. ما معنى أنا طالبة المدرسة؟ سي بلاجر سكولا. أسألك مرة أخرى، هل أنت طالبة الجامعة يا هنا؟ لا، أنا طالبة المدرسة. ثم السؤال الثالث، هل أنت متزوجة؟ ما معنى هل أنت؟ أدك أو متزوجة، ما معناه؟ تلاه بركهوي. نعم، متزوجة. هل أنت متزوجة يا هنا؟ لا، أنا غير متزوجة. ما معنى أنا غير متزوجة؟ سي بلوم بركهوي. نعم، أسألك مرة أخرى، هل أنت متزوجة يا هنا؟ لا، أنا غير متزوجة. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan, sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom belajar.